Your Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. جمهورية مصر العربية. زملائي وأصدقائي الشباب، أسعد بالانضمام إلى قادة الشباب من كافة أرجاء العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. في بداية عام جديد وبالنيابة عن رابطة الشباب الصيني والشعب الصيني، أود أن أقدم لحضرتكم عميق شكري، خاصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعوة الكريمة التي أرسلها لنا، وأحر التحيات للأصدقاء من الشباب المشاركين في هذا المنتدى. It's undergoing changes and seen in a century. يمر العالم بتغيرات كبيرة في هذا القرن الجديد، والشباب بدورهم يواجهون تحديات معقدة ومركبة في مجالات عدة مثل الصحة والتعليم والوظائف والانخراط. شهر سبتمبر أيلول الماضي في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث الرئيس الصيني عن المبادرة العالمية التي تعطي الأولوية للتنمية من خلال المنهج القائم على وضع الناس في المركز والشراكة العالمية لمعالجة الفجوات التنموية بين البلدان المختلفة. هذه المبادرة لاقت صداها في كافة أرجاء العالم. هل سنمضي قدما سويا مع شباب العالم معنا، وذلك من خلال المبادرة العالمية للتنمية من أجل أن نحقق الرخاء للعالم بأكمله؟ الأصدقاء الأعزاء، الصين تحظى بثاني أكبر عدد من السكان من الشباب، والسيد الرئيس تشي قال أن أهم قضية بالنسبة للحزب الشيوعي في الصين وللدولة هو الشباب، ونعتمد في عملنا على الشباب. تطوير الشباب هو أولوية قصوى بالنسبة لنا. منح الأولوية لتنمية وتطوير الشباب لاقى إجماعاً من الجميع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في عام 2017. أطلقت الحكومة الصينية الوسيلة الأولى لخطة تمكين الشباب 2016-2025 بأهداف واضحة وخطة عمل جلية وبرامج متكاملة تتعامل مع مناطق ومجالات شتى مثل الصحة والتعليم والرفاه والزواج والتوظيف وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التكامل الاجتماعي والاشتراك والتعاون المدني.